يطالب سكان حي 6000 مسكن عدل بمنطقة الرتبة بلدي جديد شمراد ولاية قسنطينة بمكتب بريد نظرا لمعاناتهم من التنقل إلى مناطق مجاورة لسحب أموالهم. في ديدوش كاملة عندنا بريد واحد، هاي كان زوج، وشو كاين واحد في نادي قريب لينا هو بريد تاع واد الحجر، وزيد تقريبا يعني سما شغل نقدر نقول لك فيه مشاكل، مشاكل في الكاب تاعو من الصباح للعشيه باش يقدروا يخلصوا ولا يقدروا يديروا ترانزاكسيون باش يقدروا يسلكوا في يسلكوا ولا يديروا فيرمون ولا يسلكوا تريسيتي ولا ديما نروحوا لحم ابو زين ولا ولينا نروحوا وين نخدموا باش نسلكوا. الى حد الان رانا في معاناه كبيره تاع الامور هذه، ما عندنا حتى مرفق تاع الدوله، ما عندنا حتى مرفق لا مستوصف لا كذا لا ولا بريد لا مواصلات لا حتى حاجه. مديره بريد الجزائر تؤكد على تجهيز مكتب يستفيد منه السكان لاحقا. حنا نطلبوا بلي لازم يفتحوا هنايا مادام درت انت قطب سكني كما هذا وجبت ناس كانوا عايشين في بلايص يعني وين كان كل شيء متوفر، جبت من لهنا المعاناه هذه. مادام قدرت تدير قطب سكني كما هذا لازمك توفر المكتب تاع البريد. فيما يخص 6000 مسكن بحي رتبه، قامت المديريه العامه لبريد الجزائر بشراء محلات لتهيئة مكتب بريدي، وذلك لفك العزلة في هذه المنطقة التي عرفت توسيع مؤخرا. وكما أطمئن السكان بأنه الأشغال ستنطلق عن قريب، وكما أشير بأنه سيتم تدشين مكتب ديدوش مراد بعد تهيئته. هي مطالب مشروعة لسكان منطقة الرتبة للتخفيف من تنقلاتهم ومشاكلهم مع الخدمات البريدية.